السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هذا النهار إن شاء الله غنقدم واحد الموضوع خاص بالأرانب، يعني التقليم ديال الأظافر ديالهم، يعني واش ضروري ولا لا. أول حاجة وهو أن أي التهاب كيكون في الأرانب كيف ما كان النوع ديالو، يعني بالنسبة يعني التهاب العرقوب، ديك الجروح اللي كتجيهم على مستوى الأرجل الخلفية، بالنسبه للناس اللي كيهزوا الارانب ديالهم من 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 من, من هذا الودينات، يعني كي هذاك القريوشات ديال الودينات ديالهم كي كي كيتهرسوا كيبقاو يعطيهم واحد النوع ديال الحمى. كاين الارانب اللي كيضربوا بعضياتهم كيكون عندهم واحد جرح. كاع هاد الالتهابات كما كان النوع ديالها، مثلا الكسور، اذا شي ارنب كان مكسور من 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 من, من الارجل ديالو، ولا اي حاجه بالنسبه للامهات او الذكور او الصغار فيها التهابات، كونوا متاكدين ان يكون عندهم واحد النوع من الحمى، كيكونوا ديما ما مهتميش بالصحه ديالهم، ما كياكلوش مزيان، ما كيكبروش، ما الامهات ما كيهتموش بالصغار ديالهم. من ضمن هاد الحوايج، هاد الحوايج حنا اللي كنشوفوهم يعني بعينينا، يعني باينه ان الارنب كيعرج، مثلا كتقول بلي راه الرجل ديالو راها مضايقه. كاين عاوتاني نقولوا بالنسبه للصغار كيكون مفروس بواحد الجهه، كتقول بلي هذا راه فيه شي حاجه، كتبقى تقلب اما كتلقى فيه واحد شي جرحه، ولا ضربوا بعضياتهم الصغار، او بزاف ديال الحوايج. من ضمن هاد الحوايج اللي حنا ما كنشوفوهاش وهو يعني الاظافر ديال الارانب، كونوا متاكدين انهم كيكبروا بواحد الصفه منتظمه. هادشي الناس اللي عندهم، يعني كاين فرق ما بين الناس اللي عندهم التربيه الارضيه والتربيه على السلك، يعني على يعني الاقفاص. كونوا متاكدين ان لا الارنب ولا الارنبه، يعني لا الذكر ولا الانثى، كيكون عندهم واحد المشكل ديال هاد القضيه ديال الظفار. ملي كتقلبوا يعني الظفار ديالهم، ما كتلقاش الظفر يعني لاصق بواحد الطريقه، يعني نقولوا ملتهب، كتلقاه الظفر ديالو غير محطوط. حنا كنقولوا الظفر غير محطوط. الا كان الظفر ديالو غير محطوط، كونوا متاكدين انه راه كيعاني من 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 يعني التهاب على مستوى الجهه فين نابت فيها الظفر. شنو كيوقع؟ كيفاش كيكون الظفر كيطوال؟ حنا ما كنديروش التقليم ديالو. شنو كيوقع ملي كيبغي يطلع فوق النتوه، مثلا الذكر يعني البالغ، ملي كيبغي يطلع فوق النتوه كيلصق رجليه، كيلصقوا هكا في 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 في, في الكاج هكا، لان الكاج كيكون هاد الجهه هنايا راها واسعه ما بين السلك والسلك. ولكن لاحظتوا هنايا، هانتوما شوفوا السلك ما بين السلك والسلك راها صغيره، هانتوما شوفوا الاظافر ديالو. هنا اسمو كيوقع كي 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 هو كي كي ملي كيخرط هكا ما كيعرفش، لانه هو مجرد حيوان، يعني ما غاديش يحط رجله وغادي يهزها في واحد الوقت، لانه هو كيكون تابع النتوه كيتبعها، كيخرط بالظفار ديالو. الا كانوا الظفار ديالو طوال، كيكونوا دايرين بحال الشكل ديال العكاز هكا الظفار ديالو. انتم الا لاحظتوا معايا، شوفوا الظفار ديالو هذا، راني عاد قلمتهم له، راه دابا راه مزيان. يعني ملي كيحط رجلو هكا، كيحط رجلو على القفص، كتحس بالظفر ما يدورش على القفص. المشكل ملي كيكون الظفر هو كيحط رجلو هكا، والظفر ديالو كيولي بحال العكاز، كيولي هكا وكيدور على القفص. سمو كيبغي يحيد رجلو هكا، كيكون تابع النتوه مثلا، ما كيديهاش في رجليه، حتى كيولي هذوك البلايص فين نابتين الاظفار يعني ديالو، كيوليو ملتهبين، وكتحس به ديما مقرمص، ما بقاش مزيان، كتقول ما عرفت مالو. هو لا، هو راه فيه واحد النوع من الحمى، يعني اي حاجه في اي التهاب في الجسم، كيكون في اما جسم الانسان ولا جسم الحيوان، ديما كيكون عنده اضرار. شنو هما الاضرار؟ وهو واحد النوع من الحمى. شوفوا لاحظوا ان شي واحد لا قدر الله اذا كان فيه شي جرحه، هذيك الجرحه شنو كدير؟ كتعطي واحد الولسيسه لواحد جهه اخرى، اسمو هذيك راه يعني الجسم بدا كيحارب،
وباش يحيد هذاك الاضرار اللي فيه كيبدا يطلع درجه الحراره. ملي كيطلع بدرجه الحراره هذيك راه عباره عن حمى. حنا كنقولوا بلي راه فينا السخانه وما عارفينش مناش، وهي كتكون مثلا واحد الصبع مجروح، واحد مثلا كذا، ما حنا كنقولوا مثلا مفدوع مثلا الله يحفظ. كذلك الحيوانات الا مشات كانوا فيهم واحد الالتهابات حنا ما كنشوفوهاش، لان دابا انتم هو كيتحرك بسهوله لان قلمت له الاظفار ديالو. الظفر ديالو يعني ماشي مشكل، تنقص ديال الظفر عادي وتنقصوا منهم واحد شويه عادي، بحال كتحيدوا الظفر ديالكم هكا ماشي مشكل، حتى هو تحيدوا له الظفر ديالو تنقصوا منهم مره مره، نقولوا ملي تفوت واحد شهرين ولا مره مره رميو عينيكم على ديك الظفر ديالو، لان راهم كيشكلوا له واحد العائق الا مشاو ولاو دايرين بحال هكا. الظفر ما حد هما دايرين هكا معليش، ولكن ملي كيوليو دايرين بحال العكاز هكاك لا، هذاك كيولي ضرر على الارنب، لان كيولي كي كي داك السلك كيدخل الظفر هكا وكيحصل هو ملي كيبغي يحيد رجلو كي داك البلاصه فين نبت الارنب عفوا فين نبت الظفر كتولي مرهده، يعني حنا نقولوا صافي كتولي تقريبا هو مجروح ولا مهرس ومحطوط تمايا هذاك الظفر. اذا راقبوا هذه القضيه هذه الناس اللي عندهم اللي كيديروا التربيه ديال الارانب. انا كنحاول ديما نجيب لكم افكار جديده، لان هذه الفكره راه ما دايرهاش ما بداولاش، ولكن كنحاول ان اي مجهود درته في يعني في التربيه ديالي كنحاول انني نوصلوا لكم هي ابسط يعني افكار بسيطه، ولكن في نفس الوقت ملي ما لا اننا ما نديروهاش ونحميو الارانب ديالنا يكونوا مزيانين. بحال نقولوا الانثى ديال الارنب الا مشات حتى كانت عندها التهاب في الظفار ديالها راه كتكون عندها واحد النوع ديال الحمى، ما كتبقاش تهتم بالصغار ديالها. يعني انت الا ما فهمتيش هاد المرحله اللي دازت فيها هي كتضطر انك تقول صافي هذه ما كتهتمش بالصغار ديالها، كتضطر انك تخلص منها، وهي يكون غير شفتي الظفار ديالها وقلمتيهم مره مره واعتنيتي بها راه ما غادي تولي كتعتني بالصغار ديالها. اذا وهذا الشيء كينطبق حتى على الصغار، يعني الصغار حتى هما ما كيبقاوش ياكلوا الا كان فيهم شي التهاب. المهم راقبوا الارانب ديالكم من ناحيه الظفار ديالهم. اذا حلقه بسيطه ولكن راها مهمه، حاولوا انكم ديروها في الذهن ديالكم، يعني تزيدوها في التربيه ديال الارانب. كنشكركم على التعليقات الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا قناه جميله، حاولوا انكم تدخلوا الفيديوهات وتدخلوا للقناه وتشوفوا لي فيديو، راه يعني شي حاجه تعليميه ان شاء الله. شاركوا معنا الناس اللي عاد جداد، تكيو على زر جيم باش تستاندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.